تجاوب مستشفى النور التخصصي من خلال منصة تويتر لطلب ذوي مريضة عبر الخاصة، والذي تضمن رغبتهم في التدخل السريع من قبل المستشفى لعلاج والدتهم والتي تعاني من ارتفاع ضغط العينين وارتفاع الضغط الدموي، كما أنها مصابة بداء السكري بالإضافة للسمنة المفرطة، حيث تم التجاوب السريع والتنسيق مع الأقسام المعنية والممثلة في كل من المركز الإسعافي، مركز العيون، الخدمة الاجتماعية، إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية. وتم تشكيل فريق إسعافي متكامل بالإضافة لأخصائيات اجتماعيات للتعامل مع المريضة وتهيئتها نفسيا لنقلها للمستشفى. تم نقل المريضة وعمل كامل الإجراءات اللازمة، ومن ثم تم تنويمها لتلقي العلاج اللازم. نشكر خادم الحرمين الشريفين وإدارة مستشفى النور على الخدمة المميزة وعلى سرعة استجابتهم، جزاهم الله ألف خير. عندما تعرف سبب وجودك وتكرس العمر له، عندما تدرك أن العطاء رسالة تحمل لصاحبها سعادة من نوع آخر، عندما تكون هذه السعادة دعوة من قلب وجد على يديك راحته.